يضربنا بخمورهن على جيوبهن، ما وليضربنا. المقصود بهذه الآية؟ ما المقصود بهذه الآية شيخ الكريم؟ المقصود بهذه الآية لو أخذنا الناحية اللغوية هو الخمار الذي يغطي الرأس والعنق ويغطي فتحة الجيب، أي فتحة الثياب لغويا، لكن الشرع أو المعنى الاصطلاحي للخمار هو الذي يستر الرأس بالعنق والصدر حتى منتصف الجسد إنجاز التعبير. ولذلك أقول للأخوات الفضليات والبنات الكريمات، التزمنا شرع الله المعنى الاصطلاحي وليس المعنى اللغوي فقط. نعم، السؤال